قليل استخدام الميه، يعني ما افتحش حتى الحنفيه الا لما احتاجها، ما افتحهاش قوي واخليها تنزل ميه كتير، صح كده؟ قولي يا حبيبتي. افتحها ما افتحهاش على الاخر، افتحها على قدر استخدام. قولي يا حبيبتي. لما اجي اتفضل يعني ما اسيبهاش كلها ورا بعض. حبيبه قلبي لما بتتوضي ان انت هتتوضي 5 مرات في اليوم فهتهدري ميه كتير، انت عارفه الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام كان بيتوضى ازاي؟ كوبايه ميه. فانا يعني اعتبر ايه وانا لازم الميه تبقى قطع عندي في البيت عشان احافظ على الميه، هي الميه لما بتقطع عندي في البيت انا بعمل ايه؟ بيبقى عندي حاجات انا بقى ايه وانا بصب الميه كده بحافظ على كل نقطه ميه. احنا عايزين نحط في دماغنا مش بس ان انا احافظ على الميه لما بتتقطع، ان انا احافظ عليها عشان دي نعمه ربنا اداهالي. وانا ماما دلوقتي لما انتوا بتيجوا المدرسه مش بتديكوا سندوتشات بتحطوها في الشنطه بتاعتكم؟ طيب حد ينفع يطلع الساندوتش بدل ما ياكل ميه في الارض؟ لا. طب الميه ما هي دي نعمه زي الساندوتش، هي دي نعمه الاكل والشرب ده.